لو هو كان يبغي لساني كان عطيته أبد عادي. أنا مرة هنا يعني أنا في الطاعة وأبشر. لا يفارق هذا الطفل والدة، هو لسانه الذي يتحدث به للمجتمع، ليتمكن والده الأصم سائق الراليات من ممارسة هوايته وتحقيق مراكز متقدمة فيها. ويقول أكيد، يقول هو من زمان، هو يعني مرة كان مرة يعشق الراليات من زمان، ومرة وأنا دائما أشوفه، يعني وأنا دائما أشوفه، إنه هو دائما يشوف المجلات ويوتيوب كل شيء، دائما يشوف الراليات، مرة هو يعني مستعد للراليات وكل شيء، ودائما يعني يعني بس بالخارج أنا مترجم له، بس بالرالي هو قدر حاله ويروح يشارك بالحالة. يقول 2015 بدأ بالرالي، وأول مكان في رالي جدة، وهذه أول مرة يعني في 40 شخص وفاز المركز السابع. أقدم سائق الراليات فهد على خوض المنافسات رغم إعاقته، بعد دعم أبنائه الأربعة الذي رزق بهم من زوجة صماء. زين، أنا كنت رايح السوق ترجمهم، ولا أروح لأماكن بعيدة، أنا كن معهم وترجمهم، ولا جاء واحد جاء كلمهم ولا شيء، أنا ترجم لهم كل شيء. ويقول وأنا أعتبرك كأنك صديق، مو بابني، يقول أعتبرك كأنك صديق مرة. يقول وحنا دايم كنا دايم نروح مع أبوي الوناس وكل شيء. لم يواجه عمر وأشقائه أي صعوبة في تعلم لغة الإشارة، والتي من خلالها يتحدثون ويستمتعون مع والديهم، وبها يساندون والدهم. أحمد العثمان، MBC الرياض.